طيب، قلنا لهم أن البربرية، لهجات البربرية أصلها عربي ولكن مكسورة، هي ظاهرها أو المستمع اللي يسمع تظهر يعني ما هي عربية، لكن اللي ركز معها راح يلقاها عربية. يعني من كبار مؤلفين يتكلموا في الموضوع هذا اللي هو المرجعين اللي أمامكم. نعطيكم مثال، مثلا في اللغة العربية المقصورة، المقصورة لما نروح البربرية لكن ما حابين يسموها الأمازيغية، وش نلقاها؟ يعني نفس المعنى نفس الاستعمال، يسموها هما اللي هي تا ما القاف يقلبوها غين غا والصاد يقلبوها سين صو والتاء هذه الأخرى يفتحوها كانت مغلقة. إذن أضافوا تاء من الأمام وتاء في المغلوقة فتحت في النهاية والقاف أقلبت غين أصبحت تاء مغصورة. هذه هي نفسها المقصورة تاء مغصورة. فالمتخصصين في اللسانيات وفي اللغة شافوا الكلمات كلها بهذه الطريقة، يعني 90% كلها بهذه الطريقة. احنا ورينا لهم هذا الشيء فللأسف يعني ما رفضوه، قال لك لا هذه لغة وهذه لغة مش نفسها. يا راجل هذه من أصلها، المقصورة تاء مغصورة، ولكن يعني ما يستجيب، يعني ما يستجيبون. هذا العناد يعني معزة ولو طارت كما يقولوا. فيوجد الكثير من المراجع علماء المسلمين تكلموا عن البربر. في هذا الفيديو احنا ذكرنا البعض منها فقط وليست كلها، فنلاحظ ان يعني بعض منها لياقوت الحموي، ابن حجر العسقلاني، فخر الرازي، نشوان الحميري، الذهبي، الطبري، القرطبي، ابن بطوطة، ابن رشيق، ابن خميس. يعني هؤلاء كلهم يعني ذكروا شيء ولو شيء عن البربر، ولكن في كتبهم كلهم لم يذكروا ولا شيء عن الأمازيغ. يعني فكيف يريدون يعني استبدال البربر بحذف البربر ويسموها أمازيغ؟ فكان الأولى إذا أردنا التغيير، فلماذا أرادوا هذا التغيير؟ إذا أردنا التغيير فمن باب أولى ممكن سموهم صنهاجيين، لأن صنهاجة تعد أكبر القبائل البربرية. يعني لماذا هذا النهج يعني مجاش، ولكن يجي أنه يريدون تغيير البربر إلى أمازيغ، لماذا لم يغير إلى صنهاجيين؟ بالرغم أنه صنهاجة تاريخها يعني معروف وكبير، يعني هي أكبر القبائل، فلماذا هذا التغيير؟ لماذا لا يبقى اللي هو الأصل اللي هو معروف عند علماء الإسلام قاطبة يذكرون البربر، ولا فيهم ولا واحد يعني يذكر الأمازيغ؟ وإذا تم ذكر، إذا سمعت كلمة الأمازيغ فهو ابن خلدون فقط الوحيد الذي ذكرهم، أما غيره فلا أحد يعني. وبعدين لما نروح الحروف التيفيناغ، قلنا لهم موجودة يعني في الجزائر وفي المغرب وفي ليبيا، وموجودة أيضا في اليمن والجزيرة العربية، موجودة في سلطنة عمان. فسبحان الله أيضا يغيرون الحقيقة ويقول لك لا يعني يمنيين وقحطان ومن سبا، حوسوا يردوهم أمازيغ. يعني شوف وين ذهبوا، أين ذهبوا. رحنا المخارج الحروف نفس الشيء كما ذكرنا المثال السابق، يعني وفيهم متخصصين في علم اللسانيات، فهذا العلم ضربوه يعني عرض الحائط وقال لك لا ما استعرفوش به إطلاقا. طيب خلاص،
أتركنا من المسائل الأدبية، الآن راح نتكلم على مسائل اللي هي الطبية. طيب أعطينا لهم يعني فيه بحث علمي يعني نشر في 2018 في السفير كما راكم تشوفوا أمامكم. السفير هذه سيونس ديركت ساينس ديركت، يعني ما هو مسألة سهلة يعني به تنشر فيها بحث علمي مفصل في مجموعة يعني من الأطباء بارك الله فيهم، من المفروض يعني ينظرون إلى مثل هؤلاء الباحثين على مستوى مركز تحليل الدم يعني بولاية المسيلة. جمعوا تقريبا 2500 عينة وداروا عليها دراسة يعني تتعلق بالطب والعلاقة الوراثية، يعني يريدون يعرفون العلاقة الوراثية. فنتيجة على البحث هذا اللي تم نشره في 2018 جزاهم الله عنا خير الجزاء، خلاصة هذا البحث خلص أنه فيه رابطة وراثية قوية يعني بين سكان الجزائر واليمن والجزيرة العربية، يعني هذه النتيجة اللي وصلوها باعتماد على 2500 عينة دم يعني من وسط الجزائريين سبحان الله، يعني واعتمدوا على الوسائل المتوفرة وما يعني قصروا يعني واجتهدوا وجزاهم الله خير على هذه النتيجة يعني. طيب لما وريناها يعني الأتباع تاع التمزيغ هذه أتباع التمزيق، فقوش قال لك هذه 2500 عينة دم في المسيلة ولاية معروفة أنها عربية، وهذه العينات يعني تبرؤوا منها، قال لك ليست بربرية ولا مزيغية ولا أي شيء. فطيب قلنا له ما في مشكلة يعني إن شاء الله نشوفه شيء ثاني يعني. فبعدما تم يعني رفض نتائج ل 2500 عينة من دم الجزائريين والتشكيك، وقال لك هذه من الجنوب غالبية، فالجنوب معلوم أنه عربي والحكاية كما هذه. فالحمد لله يوجد علم يعني أعلى وأقوى رتبة اللي هو الدي ان اي، علم حمض النووي. حمض النووي هذا الآن أصبحت شهادة، هذه مكتوبة في أجساد كل البشرية، يعني أي إنسان تريد تعرف يعني نسبه ولا انتماء القبلي ولا من أي جهة من هو أبوه أو شيء من هذا بالتفصيل. فجاء علم الحمض النووي يعني يثبت هذه الأمور يعني. فرح نشرح يعني بعض القواعد حمض النووي اللي هي راح نتكلم على شجرة الجينات اعتمادا على الحمض النووي. نشرح يعني بعض القواعد، فمثلا إذا كان هذا الجد يجيب اثنان، هذا مثلا نقول A، هذا جاب ولدين يعني كما يقال، أو نوعين من الجينات فيهم أولاد، مثلا نقول هذا أي واحد وهذا نقول مثلا بي. طيب احنا لما نقول أي واحد ما يعنيش أنه شخص واحد، ولكن هذا نوع من الجينات يستطيع يعني في الأي واحد ممكن موجود 20 أب 30 أب 40 أب جد ما تدري يعني كم شايف، ولكن هذه نوعية مثل الكود بار تاع يعني السلعة المبيعات والأشياء هذه يعني كأنه ريفيرنس. طيب هذا الأيوان مثلا يجيب أولاد، ماذا يجيب ثلاثة، فهذا مثلا نقوله اللي هو أي تو مثلا، وهذا يجيب الأي ثري وهذا الأي فور، والبي هذا نفس الشيء نقول مثلا
يجيب 2 البي 1 والبي 2. طيب لما نجو مثلا الاي 2 من هو ابوه؟ ما نقولوش هو بي، لا، لما يديروا التحاليل تاع الحمض النووي وش يطلع؟ اي 2 ابوه اللي هو اي 1، ما يطلعش اللي هو بي. والبي 2 نفس الشيء، لما يديروا له البي 2 هذا يديروا له تحاليل يطلع ابوه اللي هو بي وما يطلعش اي 1 هكذا. طيب لما نجيبوا واحد مثلا الاي 2 الاي 2 ويعملوا له اللي هو الفحص تاعش تاع البي، الاي 2 يعملوا له الفحص تاع البي واش يطلع له؟ يطلع له سالب، لانه ما عنده حتى تقاطع معاه. الاي 2 على البي راح يطلع له سالب لانه ماهوش في الشجره نتاعو. لو نجيب الاي 2 ونعملوا له الفحص اللي هو تاع الاي 1 يطلع له بوزيتيف، وتاع الاي 2 نفس الشيء، وتاع الاي هنا الاي يطلع له بوزيتيف. البي 2 لو نديروا له فحص تاع الاي 1 يطلع له سالب، هيك شايف ما يطلع لهش لانه ما عندوش علاقه في الاصل لانه هذا ابوه. ولكن لو الاي 2 هكذا والبي 2 هذو في 2 نديروا لهم فحص تاع الاي، في 2 راح يطلعوا بوزيتيف لانه هو الجد لهم. هذه بعض القواعد اللي تكلمنا عليها. فقط راح ننتقل نتكلم على الحمض النووي الذي اجتمع حوله البربر والامازيغ. طيب بعد ما شرحنا يعني بعض القواعد اللي تتعلق بالشجرة الجينية، راح نتكلم على موروث أو التحور أو النوع تاع الحمض النووي اللي اجتمع حوله البربر والأمازيغ وكلهم. طيب هذا التعيين اللي هو الآم 81 اللي تشوفوه أمامكم، هذا التعيين اللي هو آم 81 هابلو جروب تحور يسموه. كيف حدوه؟ حدوه على أساس تقريبا البربر والأمازيغ قبائل شمال إفريقيا تقريبا، يعني اللي هم بربر يجتمعون على هذا التحور. كيف عينوا هذا الموضوع؟ عينوه من خلال يعني فيه ناس موجودين يعني في شمال إفريقيا يرسلون أكرمكم الله اللي هو اللعاب، يعني كل شخص يرسل اللعاب، فجمعوا هذه العينات، فممكن أصبحت ما أدري ممكن 5000-6000 عينة، وداروا عليها تحليل تاع الحمض النووي. أكيد هذا الحمض النووي يعني تحليل نتاعو يعتمد على علوم جد معمقة اللي هي تتعلق بالطب والتحليل لأجل استنتاج أين هو الإبن وأين هو الأب وأين هو الجد ونوعية الDNA والتحور ومن أبوه، وهذه التفاصيل كلها يجيبوها من وين جابوها. يعني هي شهادة لعاب كل واحد بربري جابوا العينة نتاعه ودرسوا. تريدون تبحثون بعدين إن شاء الله نريكم الداتابيز وين موجود هذه العينات
تاع البشر اللي موجودين في العالم هذا كله، يعني تريد ترسل لعابك فيعملوا له تحليل فيعطوا لك من هو أبوك من هو جدك. لما نقولوا هذا الكلام مش راح يعطيه لك بالاسم واللقب، ولكن راح يعطيه لك ريفيرونس كي شغل كأنه كود بار هكذا، يقول لك هذا اللي هو التحور نتاعك، هذا تاع أبوك، هذا تاع جدك. وبعدين أنت تروح تشوف تقاطع مع الناس وين تنتمي، يعني أي قبيلة أو أي صنف تتقاطع فيه مع الناس اللي من حولك يعني. طيب هذا هنا يعني فيه بحث منشور في هذه المجلة Human Biology، هذه Open Access، عملوا بحث أرادوا يستنجوا ما هو تحور يعني تاع البربر، فوجدوا هذه الخلاصة أمامكم، هذا المرجع اللي يريد يطالع المقال يعني. وهنا عندكم المؤلفين، هذا المؤلفين تاع المقال والمعطيات جابوها يعني من أرضية البربر. الخلاصة اللي وصلوا لها وش تقول؟ أن يعني high frequency of اللي هو الام 81 هابلو جروب موروكان بربر سبيكين. لاحظوا هنا وش قالوا؟ بربر سبيكين، ما قالوش امازيغان سبيكين، قالوا بربر سبيكين. فلاحظوا ان الام 81 اللي هو تحور نتاع البربر. نزيد نروح نشوفوا مثال ثاني، يعني تم إعداده تقريبا من 19 أو 20 عالم متخصص، ما هم عرب، ما عندهم علاقة بالإسلام ولا أي شيء، هذو ناس متخصصين. يعني آخر واحد فيهم تختاروا، اختار أي واحد فيهم مثلا، مثلا نقول هذا، تختار أي واحد فيهم مثلا، تروح تدير عليه بحث في جوجل سكولر، راح تلقى عنده آخر شيء 20 بحث علمي يعني متعلق يعني بالحمض النووي الدي ان اي. فهم داروا عينة ودرسوا تقريبا كنت تشوفوا 20 عالم يعني متخصصين في هذا المجال، والنتيجة اللي خرجوا لها هذا كدليل ثاني للبحث المغربي الأول، يعني كي لا يشكك في نتائج المغاربة، الله يوفقهم لما فيه الخير والصلاح. فشوف هذا تقريبا 19 أو 20 عالم متخصص، ومن كم من دولة راكم تشوفوا هنا، إيطاليا زيد هنا برشلونة، هذه إيطاليا، إيطاليا بريطانيا، تشوف فكم من دولة يعني اجتمعوا درسوا هذه العينات، والعينات هذه جابوها من أرض الواقع، هذه ما فيها لا فلسفة لا أدب، ما يعني مح دايرين دراسة كما يقول لك، يعني جلدهم يشهد عليهم، جلده هو بالذات يشهد عليه، جمعوهم وداروا عليهم تحليل تاع الدي ان اي. وش طلعت؟ طلع أنه تحور تاع البربر، لاحظوا هنا هذه 19 عالم يعني من جنسيات أخرى، ما هم عرب، ما عندهم علاقة بالإسلام ولا شيء، شو سماهم؟ بربر، بربر سبيكين، ما قالوش أمازيغن، قالوا بربر سبيكين. وين اجتمعوا؟ اجتمعوا على تحور هذا الهابلو جروب اللي هو هذا الإي أم 81، أو أم 81 هذا يعتبر تحور اللي اجتمع فيه يعني غالب البربر اجتمعوا في هذا التحور. أعطيت يعني مصدرين علميين اللي هو من مقالتين، هذا البحث منشور خلوا في بالكم في السفير، واللي يريد يبحث أين يجد هذا يكتب العنوان في جوجل سكولر ورح يجد المرجع هذا، ورح تلقوه في السفير، وراكم تعرفوا السفير يعني من أكبر الببليشر القوي جدا، وما هو سهل به تنشر فيه بحث، يعني ما فيش داعي مشي برك، لازم يكون بحث صحيح 100% وفيه تحكيم قوي.
فهذه النتائج يعني أكيدة ما لا غبار عليها.